علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الروض الأنف والمنهل الروي في ذكر ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي، وقد بلغنا قول المؤلف رحمه الله وهو الإمام السهيلي معنونا لما نحن الآن سنشرع فيه بعنوان هدايا المقوقس. والمعلوم أن المقوقس هو حاكم مصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الإسلام 13 سنة في مكة، ثم هاجر إلى المدينة فظل مع المسلمين في صراع دائم ضد المشركين الذين يعتدون على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام 6 جاء لأداء العمرة فمنعته قريش وعقد معها صلح الحديبية، وظن بعض المسلمين أن ذاك الصلح كان خسارة فادحة للمسلمين، ولكنه في حقيقة الأمر كان في غاية أسباب النصر، وأثبت ذلك التاريخ من خلال السنوات المتعاقبة حيث تم فتح مكة. واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الهدنة التي كانت من السنة 6 وقبل فتح مكة في العام 8 حينما نقضت قريش العهد، ففي السنة 7 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى ملوك الدنيا في زمانه، فأرسل إلى ملك الروم، وأرسل إلى ملك فارس، وأرسل إلى المقوقس ملك مصر، وأرسل إلى بعض أمراء العرب في أطراف قراها وبواديها. ويتكلم المؤلف هنا عن مدى استجابة المقوقس لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قابل ذلك بالإهداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وقوله، أي قول ابن هشام في تلخيص سيرة ابن إسحاق، وقوله في حديث عمر مولى غفرة، وهي غفرة أخت بلال بن رباح رضي الله عنهما. وحديث عمر مولى غفرة، عمر هو عمر بن عبد الله المدني المكنى بأبي حفص، كان مولى لغفرة أخت سيدنا بلال رضي الله عنهما، وهم 3 إخوة: بلال وخالد وغفرة. وفي بعض المصادر أنها بصيغة التصغير غفيرة، غفيرة بنت رباح أخت بلال المؤذن وأخيه خالد رضي الله عنهم جميعا. وعمر مولاها هذا لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وليس بكثير الحديث، وأحاديثه مرسلة لم يروها عن الصحابة، ولم يروي عنه مالك خشية الزلل، والحديث هو الله الله في أهل الذمة، أهل المدرة السوداء
أي التربة السمراء، السحمي الجعاد أي السمري القطط الشعر متجعد الشعر، فإن لهم نسبا وصهرا. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن للنبي صلى الله عليه وسلم نسبا مع أهل مصر ومصاهرة. وكلام الإمام الشهيلي هنا هو إشارة إلى ما ذكره ابن هشام بقوله في كتابه مختصر السيرة أن أم إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أي سيدة هاجر، وصهرهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرر فيهم، أي اتخذ مارية القبطية سرية له حينما أهداها له المقوقس. فيقول السهيلي: وقول مولى غفرة هذا إن صهرهم لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرر منهم، أي اتخذ ماريا القبطية سرية، يعني مارية بنت شمعون التي أهداها إليه المقوقس. واسمه أي اسم المقوقس جريج ابن مينا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه حاطب ابن أبي بلتعة وجبرا مولى أبي رهم الغفاري. وحاطب ابن أبي بلتعة من الصحابة المشهورين الذين شهدوا المواقع كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه عام 30 للهجرة. قال السهيلي: فقارب الإسلام، أي المقوقس لما جاءه وفد النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ميله إلى الإسلام، وأهدى معهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلته التي يقال لها دلدل، والدلدل هو القنفذ العظيم، وأهدى إليه مارية بنت شمعون. ومعنى المارية بتخفيف الياء بدون تشديد البقرة الفتية. قال السهيلي: هكذا بخط ابن سراج يذكره عن أبي عمرو المطرز. وابن سراج هو عالم أندلسي، محدث لغوي، وزير حجة، يكنى بأبي مروان عبد الملك بن القاضي أبي القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج، من أسرة ذات قدم راسخة في العلم، إمام اللغة غير مدافع. قال أبو علي الغساني عنه: متع بجوارحه على اعتلاء سنه، متوقد الذهن، سريع الخاطر. فماريا بتخفيف الياء دون تشديد هي البقرة الفتية غير الطاعنة في السن. وأما المارية بالتشديد فيقال قطاة مارية، أي ملساة ناعمة، قاله أبو عبيد في الغريب المصنف. وأبو عبيد غني عن التعريف، العالم اللغوي والمحدث الكبير، المتوفى عام 224، صاحب الغريب المصنف وغيره، وهو الذي فيما يذكر أنه حج ثم أراد العودة إلى العراق، فرأى نفسه في منامه ليلة السفر وهو واقف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم
وحاجبان يمنعانه من الدخول مع الناس للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهما لما يمنعانه؟ فسألاه: وأنت لما تريد الدخول؟ قال: أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أتريد أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعزم على السفر غدا؟ انصرف. فأخذ على نفسه العهد أن يظل ملازما للحجاز، وأصبح فطلب من صاحب القافلة أن يلغي حجزه الراحل معه، لأنه قرر المكث في الحجاز لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل العلم والأمراء يقصدونه ويجالسونه للانتفاع بعلمه رحمه الله تعالى. قال السهيلي رحمه الله: وأهدى إليه أيضا، أي المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من قوارير. والقوارير جمع قارورة، وهي الزجاجة كما هو معلوم اليوم، مصنوعة من الزجاج، إناء مصنوع من الزجاج، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، في شأن ما يسقى فيه أهل الجنة. وهو ما يشبه عندنا ما يسمى المالقي اليوم، فما يشرب فيه الليبيون إما أن يكون من بلاستيك أو من زجاج أو من نحو هذا، فيعرف بالمالقي هكذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فيه، رواه ابن عباس. فيقال إن هرقل عزله، أي لما سمع هرقل بميل المقوقس إلى الإسلام عزله عن مصر، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله فيما مضى: فقارب الإسلام، أي كاد يسلم. إن هرقل لما رأى من ميله إلى الإسلام، ومعنى المقوقس المطول للبناء، من يطيل ويرفع البناء عاليا، والقوس، والقوس بضم القاف، والقوس الصومعة العالية. عندنا في اللغة العربية القوس والقوس، القوس. فالقوس معلوم هو الجزء من الدائرة، بعض الدائرة يسمى قوسا، ومنه القسي التي تستعمل في الرمي ونحو ذلك، والأقواس التي تصنع في المباني تحت الشرفات ونحو ذلك. أما القوس فهو الصومعة العالية، كما في المعجم الوسيط أيضا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يقال في المثل: أنا في القوس وأنت في القرقوس، متى نجتمع؟ للتعبير عن استحالة اللقاء يقال: أنا في القوس وأنت في القرقوس. ويحتمل أن يكون هذا المثل أندلسيا في زمن السهيلي رحمه الله. قال: وقوله، وقول ابن لهيعة بالفرمة من مصر، يعني ابن لهيعة أحد المحدثين والإخبار رواة السير، يقول بأن كان ذلك
يعني ملك المقوقس في الفرمة أو في جزء من مصر عند الفرمة، قال: الفرمة مدينة كانت تنسب إلى صاحبها الذي بناها، وهو الفرمة ابن قلقوس. ويقال فيه ابن قليس، قلقوس ابن قليس، ومعناه محب الغرس. ويقال فيه ابن بليس، ذكره المسعودي. فالسهيل يذكر أن هذه المدينة الفرمة التي سميت على اسم صاحبها الفرمة ابن قلقوس، المسعود يقول إنه القلقوس ابن بليس. وتقدم قول الطبري وهو أنه قلقوس ابن قليس، قال السهيلي والأول قول الطبري وهو أن يكون قلقوس ابن قليس. ويقال والأول قول الطبري وهو أخو الإسكندر ابن قليس اليوناني، أن باني الفرمة هذا مدينة الفرمة أخو الإسكندر الذي بنى الإسكندرية. وذكر الطبري أن الإسكندر حين بنى مدينة الإسكندرية قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله، غنية عن الناس. وقال الفرمة: أبني مدينة فقيرة إلى الناس، غنية عن الله سبحانه وتعالى. فسلط الله على مدينته الفرمة الخراب سريعا، فذهب رسمها أي أثرها، وعفى أثرها أي زال، وعفى فعل متعد ولازم، تقول عفى الأثر وتقول عفت الريح الأثر. وبقيت مدينة الإسكندر إلى الآن المعروفة بالإسكندرية. وذكر الطبري أن عمرو بن العاص حين افتتح مصر وقف على آثار مدينة الفرمة فسأل عنها فحدث بهذا الحديث، والله أعلم. فأخبر أن الفرمة هذه لأن صاحبها بناها مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى في حفظها، فمحاها الله ومحى أثرها، عفا أثرها وذهب رسمها، كما قال لبيد بن ربيعة في معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. فالشاعر الجاهلي المخضرم الذي أدرك الإسلام وأسلم يقول بأن مفتتحا قصيدته التي سلك فيها مسلك شعراء الجاهلية في البكاء على الأطلال وذكر آثار الأحباب والأصحاب: عفت الديار أي ذهبت وزالت ومحى أثرها، قال: محلها ومقامها أي ما كان يحل فيه الناس حلولا لا يدوم طويلا، وما كان يقيمون فيه الإقامة الدائمة.
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها. ومن المعروف الموضع وتأبد أي توحش صار موحشا، والغول والرجام من الأماكن التي هي في بلاد العرب. ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم عن مصر وجفن، وأما مصر فسميت بمصر ابن النبيط، ويقال ابن قبط ابن النبيط من ولد كوش ابن كنعان. وأما حفن التي ذكر أنها قرية أم إبراهيم، والذي ذكر أنها قرية أم إبراهيم يقصد به ابن هشام في اختصار لسيرة ابن إسحاق. وأما حفن التي ذكر أنها قرية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقرية بالصعيد معروفة. ومراد بأم إبراهيم هي سيدة ماريا القبطية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي صغيرة وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفراقه. وقد وقع في وفاته أن الشمس كسفت، فقال بعض الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم دعيا في دعوته وليس نبيا مرسلا حقا لاستفاد من هذا الحادث وامتدح نفسه بما لا يحل له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأعلم الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان ولا تنكسفان لموت أحد، وأمرهم بالصلاة عند حدوث ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في دعوته، يعرف ما يدعو إليه مبلغا عن الله سبحانه وتعالى، لا يفتئت من عنده شيئا. قال: وبلد ماريا القبطية إنما هي حفن قرية بالصعيد معروفة، وهي التي كلم الحسن بن علي رضي الله عنهما معاوية أن يضع الخراج عن أهلها ففعل، أي فعل معاوية ذلك حفظا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ورعاية لحرمة الصهر أو المصاهرة، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال. وأبو عبيد رحمه الله من كتب القاسم بن سلام من كتبه الأموال، وهو كتاب في الاقتصاد الإسلامي يعد مرجعا لكتاب الاقتصاد في الحياة منذ مئات السنين، فهو مرجع للأقدمين والمعاصرين. فالحسن بن علي تنازل كما هو معلوم عن الخلافة لمعاوية، وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعصم الله ويحفظ به طائفتين من المؤمنين حينما
ولي الخلافة بعد أبيه الإمام علي رضي الله عنهم جميعا، فقام أهل الشام ينازعونه فتنازل عن الخلافة لمعاوية، ولكنه حينما فتحت مصر وكان عمرو بن العاص من أكبر قادات معاوية رضي الله عنهم جميعا، حينما فتحت مصر طلب منه أن يتسامح مع أهل حفن مراعاة لمصاهرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي: وذكر ابن هشام أنصنة، وهي قرية بالصعيد يقال إنها كانت مدينة السحرة، والمراد بالسحرة الذين جاء بهم فرعون لتحدي نبي الله موسى عليه السلام وإبطال معجزتيه، العصا التي تنقلب إلى ثعبان، واليد التي يدخلها في جيبه ويخرجها فتنير مشرقة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال أبو حنيفة أي دينوري كما تقدم معنا المؤرخ صاحب الكتابة الواسعة في السير، قال: ولا يثبت اللبخ ولا ينبت اللبخ إلا بأنصنة، هذه القرية التي في الصعيد. اللبخ نوع من النبات، قال ينبت في أرض أنصنة هذه، يقال إنها كانت مدينة السحرة. قال أبو حنيفة: ولا ينبت اللبخ إلا بأنصنة، وهو عود تنشر منه ألواح للسفن، يعني شجر عظيم تنشر بالمنشار أجزاؤه وتجعل ألواحا للسفن، تركب في بعضها لتصبح قوارب وسفن. قال: وربما رعف ناشرها، والرعاف نزيف دموي أنفي بسبب الضرر في الأوعية الدموية، وقد يكون غزيرا وقد يكون ضعيفا وقد يكون ناشئا عن ضغط الدم وقد يكون ناشئا عن إصابة ونحو ذلك، لكنه أمر معتاد. قال: ويباع اللوح منها بخمسين دينارا، هذا في زمن الإمام السهيلي أو نحوها، وإذا شد لوح منها بلوح وطرح في الماء سنة التأم وصار لوحا واحدا، يعني قطعتان تصبح قطعة واحدة كأنها ركبت بمسامير. ثم شرع يتحدث عن عك، وعنون بفصل، وذكر ابن هشام عك ابن عدنان، وأن بعض أهل اليمن يقول فيه عك ابن عدنان ابن عبد الله ابن الأزد، وذكر الدارقطني في هذا الموضع عن ابن الحباب أنه قال فيه عك ابن عبد الله ابن عك ابن عبد الله ابن عدثان بالثاء المثلثة، عدثان وليس عدنان. ولا خلاف في الأول أنه بنونين يعني عدنان، كما لم يختلف في دوس ابن عدثان أنه بالتاء، وهي قبيلة من الأزد أيضا، واسم عك عامر، والديث الذي ذكره هو بالتاء، وقال الزبير ابن بكار كأنه الذيب بالدال والباء،
ولعدنان أيضا ابن اسمه الحارث، وآخر يقال له المذهب، ولذلك قيل في المثل أجمل من المذهب، يعني المذهب كأنه الذي فيه إشراق وبياض ناصع كالذهب. وقد ذكر أيضا في بنيه الضحاك، وقيل في الضحاك إنه ابن معد لا ابن عدنان. وقيل إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن وكذلك أبين هما ابناء عدنان. قاله الطبري، وأبين وعدن مدينتان معروفتان ليومنا هذا في اليمن. ولعدنان ابن أدد أخوان، نبت ابن أدد وعمر ابن أدد، قاله الطبري أيضا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم شرع يتكلم على ذكر قحطان والعرب العاربة. والعرب كما تقدم سابقا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: العرب البائدة التي تقاتلت وفنيت وأفنى الله بعضها بما سلطه عليهم من وسائل من أسباب الهلاك، والعرب العاربة أو العرباء، وهذه موطنها اليمن، والعرب المتعربة أو المستعربة، وهذه موطنها الشمال، شمال بلاد العرب، شمال اليمن، يعني الحجاز وتهامة، الساحل الذي على البحر الأحمر، وهضبة نجد، وما جاور أطراف العراق، لأن العلماء يقسمون بلاد العرب إلى خمسة أقاليم: اليمن إقليم بنفسه، والحجاز إقليم ثاني، وتهامة التي هي على ساحل البحر إقليم ثالث، وهضبة نجد إقليم الرابع، تنحدر إلى الخليج من وسط بلاد العرب إلى الخليج، والعروض التي تتوسط بين اليمن والجزء الشمالي من بلاد العرب: الحجاز وتهامة وهضبة نجد. فقحطان، القحطانيون هم الذين أصلهم من اليمن، والقبيلان المعروفان اللذان تفرع منهما قبائل عربية كثيرة هما حمير وكهلان. فمن حمير تفرعت قضاعة وتنوخ وكلب وجهينة وعذرة، ومن كهلان تفرعت طي وهمذان وجذام والأزد والغساسنة وخزاعة والأوس والخزرج، منشأهم في اليمن ولكنهم انتقلوا ارتحلوا إلى الشمال. وأما العرب المتعربة فهذه موطنها الشمال، ومتفرعة عن عدنان الجد العشرين للنبي صلى الله عليه وسلم.
ومنها ربيعة ومضر. فإذا تكلم النسابون وعلماء التاريخ على اليمنيين، على أهل العرب اليمنية، ذكروا قحطان ومن فروعها حمير وكهلان. وإذا تحدثوا عن العرب الشمالية سكان أهل الحجاز وتهامة ونجد ذكروا عدنان، وتفرعت عنه ربيعة ومضر، والنبي ينسب إلى مضر فيقال عنه مضري صلى الله عليه وسلم. فهكذا تتم المقارنة عند النسابين بين بني قحطان وبني عدنان. فبنو قحطان هم العرب العاربة أو العرباء، وبنو عدنان هم العرب المتعربة أو المستعربة التي نشأت من جيل سيدنا إسماعيل عليه السلام. وتقسم أيضا العدنانية إلى ربيعة ومضر، والفرع المضري هو الذي ينتمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مضر قيس عيلان وتميم وهذيل وإلياس وبنو غطفان وهوازن وتقيف وعامر بن صعصعة وبنو سعد الذين استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته. قال السهيلي رحمه الله: ذكر قحطان والعرب العاربة أي العرباء، أما قحطان فاسمه مهزم فيما ذكر ابن ماكولة. وابن ماكولة أحد علماء الأنساب والمتحدثين عن التاريخ، وهو صاحب كتاب الإكمال في مشتبه النسبة وكتاب مستمر الأوهام، حافظ الناقد نسابة حجة رحمه الله رحمة واسعة، توفي عام 486. وكانوا أربعة، يعني أما قحطان فاسمه مهزم فيما ذكر ابن ماكولة، وكانوا أربعة إخوة فيما روي عن ابن منبه. وابن منبه هو أحد الإخباريين الذين أسلموا من أهل الكتاب، وكانت له معارف غزيرة فيما يتعلق بالتاريخ. قال: قحطان وقاحط ومقحط وفالغ. وقحطان أول من قيل له أبيت اللعنة، أول من قيل له أبيت اللعنة. وأبيت اللعنة جملة يكرم بها المخاطب ويحيى في حال مدحه، للدلالة على أنه فعله لا يكون إلا حسناً وممدوحاً، كما قال النابغة الدبياني مخاطباً ممدوحه من الزعماء في زمانه: أتاني أبيت اللعنة أنك لومتني. ومعنى أبيت اللعنة أنك لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا تستحق اللعنة عليه، يعني أن أفعالك كلها أفعال
مجد ومروءة وكرم وخير. هكذا يقول أكثر أهل اللغة. ويقول بعضهم أبيت اللعن بالكسر على الإضافة، ويقصدون بذلك أيضا امتداح المخاطب بأنه قادر ويستطيع أن يؤذي من يشاء ممن يغضب عليهم، فهو من يقدر على رفع أصحابه إلى الدرجات العالية أو حط من أقدارهم وسجنهم وقتلهم ونحو ذلك. والهمزة هنا للاستفهام عندهم، للنداء بمنزلة الياء، كما تقول أمحمد أي يا محمد. وأول من قيل له عم صباحا، ومعنى عم صباحا أنعم صباحا أو صباحك مبارك كما يقولون اليوم في زماننا. وكما يقول الشاعر ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العسر الخوالي. فالإسلام أبدلنا بها تحية السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وذكر ذلك في كتابه مشيرا إلى تمامها والرد بمثلها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. واختلف فيه في قحطان هذا، فقيل هو ابن عابر ابن شارخ، وقيل هو ابن عبد الله أخو هود، وقيل هو هود نفسه أي نبي الله. فهو على هذا القول من إرم ابن سام، ومن جعل العرب كلها من إسماعيل قالوا فيه هو ابن تيمن ابن قيذر ابن إسماعيل، ويقال هو ابن الهميسع ابن الهميسع أي الصراع، هو ابن الهميسع ابن يمن، وبيمن سميت اليمن في قول أحد أهل العلم، وقيل بل سميت بذلك لأنها عن يمين الكعبة. فأنت إذا وليت وجهك شطر المشرق تكون القبلة أمامك الكعبة المشرفة، وعن يمينها اليمن، والركن اليمني يشهد بذلك الذي يشير إلى اليمن. وتفسير الهميسع قال هو الصراع أي من يصرع خصمه، ويعبر عن الصراع في العربية بالصراعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ليس القوي بالسرعة إنما ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، ليس الشديد بالسرعة صاد مضمومة وراء مفتوحة على وزن فعلة، وهي صيغة مبالغة في اسم الفاعل كما في القرآن الكريم لمز وهمز، صيغة مبالغة في لماز وهماز أو لامز وهامز، يبالغ فيهما على لماز وهماز وعلى لمز وهمز. وكما تقول فلان رحل إذا كان كثير الترحال،
وفلان ضحك إذا كان كثير الضحك، فإذا سكنت عين الكلمة فقلت فلان رحلة كان مبالغة في اسم المفعول أي مرتحل إليه، وفلان ضحك سكنت الحاء كان مبالغة في اسم المفعول أي مضحوكا عليه. ولهذا قالوا من لم يكن رحلة لم يصر رحلة، من لم يكن رحلة يعني يرتحل في طلب العلم، كثير الترحال لطلب العلم، لم يصر رحلة أي لم يصبح مرحولا إليه يطلب منه العلم. وقال ابن هشام يمن هو يعرب ابن قحطان، سمي بذلك لأن هودا عليه السلام قال له ما أنت أيمن ولدي نقيبة، ومعنى النقيبة النفس، يعني أنت أيمن ولدي نفسا وأحبهم إليه، في خبر ذكره قال ذكر ابن هشام قال وهو أول من قال القريض الشعر والرجز، وهو الذي أجلى بني حام إلى بلاد المغرب، فأبناء نوح سام وحام ويافث، وسام إليه ينتسب العرب والعبرانيون والحبش وأكثر سكان الشرق الأوسط بلاد العرب وما جاورها من الشام والعراق وغرب أفريقيا، لكن الولد الثاني حام ينتسب إليه أهل مصر وأهل شمال أفريقيا ممن كانوا يسكنون هذه المناطق قبل آلاف السنين، الأمازيغ والطوارق وغيرهم. قال وهي أول جزية وخراج أخذت في بني آدم، وقد احتج لهذا القول أعني أن قحطان من ولد إسماعيل عليه السلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الحديث أخرجه البخاري وأحمد والبيهقي في السنة الكبرى، وقال المؤلف هذا القول قال هذا القول لقوم من أسلم ابن أفصى وأسلم أخو خزاعة وهم بنو حارث بن ثعلبة ابن عمرو بن عامر، وهم من سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، فارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. الخطاب لهؤلاء القوم من العرب الذين هم أصولهم يمانية، ففهم منه السهيلي أنه قد يعد العرب القحطانية والعرب العدنانية كلهم من نسل إسماعيل عليه السلام، العرب العرباء والعرب المتعربة. قال ولا حجة عندي في هذا الحديث لأهل هذا القول، لأن اليمن لو كانت من إسماعيل مع أن عدنان كلها من إسماعيل بلا شك لم يكن لتخصيص هؤلاء القوم بالنسب إلى إسماعيل معنى. قال لا يفهم من ذلك أن النسب لنسب اليمنيين القحطانية إلى إسماعيل هذا هو المراد، لأنه أيضاً لا يمنع أن يكون
أبناء إسماعيل العدنانية العدنانيون، ولكن قال في الحديث دليل، والله أعلم، على أن خزاعة من بني قمعة أخي مدركة ابن إلياس بن مضر، كما سيأتي بيانه في هذا الكتاب عند حديث عمر بن لحي إن شاء الله. وعمر بن لحي هذا الذي وتن بلاد العرب، جاء بالأصنام من الشام، ذهب للاستشفاء فجاء بالأصنام، وجدهم يعبدون الأصنام فجاء بها ونصبها في بلاد العرب، وامتلأ بها بيت الله حتى كانت 360 صنما حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسقطها بما كان في يده يشير به إليها. وللأسف نرى اليوم بعض دول العرب في الخليج تفتح المجال للوثنيين من الهندوس والبوذيين لإقامة المعابد ونصب الأصنام فيها، بل أقاموا القداسات للنصارى وأذنوا بفتح الكنائس، بل صار بعضهم كلما بنى مسجدا بنى كنيسة، إشارة إلى التسامح في الدين، وهم ليس مما يطلب من المسلمين أصلا ولا يحق لهم أن يفعلوا ذلك. وما مر بنا هذه الأيام من زهق أرواح 50 مسلما في صلاة الجمعة وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، أكبر إجرام يدفع المسلمين إلى عدم التساهل في بلادهم بفتح المعابد لغير المسلمين وتقديم المجتمعات الإسلامية قربانا لغيرهم من الكافرين، ليستحيل الأمر بعد أجيال وأجيال إلى غربة للإسلام في موطنه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دار الإسلام والإسلام والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.